اكد ان هي دي زوجته، ولما واجه زوجته بالموضوع ده والتسجيلات الصوتيه دي انكرت وقالت ان الكلام ده ما حصلش وده مش صوتي، واكيد حد مركب الصوت ده طول النهار وطول الليل، حط السماعات في ودنها وبتكلم حد، لحد ما اسره الزوج شكوا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين. ما زلنا بنعرض لحضراتكم أهم الوقائع وأهم القصص اللي بتدور حوالينا لعلنا نتخذ منها عبرة وعظة، والأهم إن احنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. والقصة اللي معنا النهاردة هي قصة في غاية الأهمية، هي ابتدت بخيانة وانتهت بجريمة. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس، وكالعادة مستني رأي حضراتكم في التعليقات، وكالعادة بسيب رقم الواتس اللي بيظهر قدام حضراتكم دلوقتي لو اي حد بيمر بمشكلة او حابب ان احنا نعرض قصة من قصص احد المتابعين او قصة حد تعرفوه، ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الرقم ده. القصة اللي معانا النهاردة هي قصة خيانة زوجية ابتدت بخيانة وانتهت بجريمة. القصة اللي معانا بتبتدي ان احمد كان متجوز بنت، اتجوزها وقعد معها 4 سنين، وبعد كده اكتشف ان هي مش بتخلف. بعد كده انفصلوا عن بعض وطلق البنت دي، وقعد فترة بعدها لحد ما واحد من اصحابه قال له ليك عندي بنت كويسة ومحترمة ومؤدبة، ممكن تتقدم لها وتتجوزها. وبالفعل احمد سمع كلام صاحبه وراح يتقدم للبنت دي، واخد اهله وراحوا عند اهل البنت واتكلم معاهم وقال لهم على الظروف اللي هو كان بيمر بيها قبل كده، وان هو فضل متجوز وقاعد مع مراته 4 سنين، لكن ربنا ما اردش ان يكون في خلفة بينهم وبين بعض بعد مرور 4 سنين. طبعا الاهل احترموا النقطة دي، كون ان هو يكون صريح من البداية، فدي نقطة اهل البنت احترموه فيها. وبالفعل وافقوا وقضوا فترة الخطوبة مع بعض واتجوزوا. اتجوزوا، عدت اول سنة مفيش خلفة، ومن هنا احمد بدأ يقلق، هو العيب مني ولا من الآية اللي انا متجوزها؟ من هنا بدأ يروح يعمل تحاليل، التحاليل اثبتت ان هو عايش شوية علاجات او شوية فحوصات طبية علشان يقدر يخلف. عدت اول سنة ونص وبرضه مخلفش، وبعد كده بعد مرور سنة ونص اتفاجئ ان زوجته بتقوله ان انا حامل. طبعا كان طاير بالفرحة وقتها، واهله كمان كانوا طايرين بالفرحة بعد 5 سنين ونص، 4 سنين مع الزوجة الاولى وسنة ونص مع الزوجة التانية، واخيرا حلمهم اتحقق وان هيجي لهم طفلة او طفلة يمنع عليهم حياتهم. لحد هنا والدنيا تمام، مفيش اي مشاكل. لكن بعد كده اسرة الزوج بدأت تلاحظ ان الزوجة بدأت تاخد جنب من بعد ما قالت خبر حملها، وكون انها تعبانة او مش حابة تتعب نفسها في شغل البيت كون ان هي حامل. وبالفعل اخدت جنب وبدأت تقعد في الأوضة طول النهار وطول الليل، حط السماعات في ودنها وبتكلم حد، لحد ما اسرة الزوج شكوا فيها. بعد ما شكوا فيها بدأوا يراقبوها اكتر، ومن هنا بدأ يكون في علاقة ما بينها وبين احد الاشخاص اللي قدرت ان هي تتعرف عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت تتكلم معاه. عدت بمرحلة كلامية وبعد كده دخلت في مرحلة عاطفية، وسرعان طبعا ما تحولت العلاقة العاطفية دي الى علاقة غير شرعية، ومن هنا فضلت مكملة مع عشيقها، تطلع تقابله تتفق معاه ان هم هيمارسوا العلاقة مع بعض، لحد ما جاء وقت الولادة. جاء وقت الولادة والست ولدت وخلاص ومفيش اي مشاكل، لكن برضو كانت مستمرة في العلاقة اللي كانت بتدور بينها وبين عشيقها، لحد ما جاء في يوم من الايام عشيقها ادى رقمها لاحد الاشخاص اللي هم اصدقائه علشان يكلم البنت دي. طبعا لما حاول ان هو يكلمها والبنت رفضت، صديق عشيقها كان معاه تسجيلات صوتية ليها، بدأ يبعتها لأخو جوزها، ومن هنا
اخو جوزها اتصدم، اتصدم من الصوت اللي انا سامعه ده. دي مرات اخويا، ايه اللي هي بتعمله ده؟ دي متجوزة اخويا، مستحيل ان هي تكون بتعمل كده. ركز وعاد المقطع الصوتي ده اكتر من مرة اللي بعتهوله على الواتس، وبعد كده قرر ان هو يسمع التسجيل الصوتي ده لاخوه. الزوج من هنا بدأ يسمع المقطع وقال ان هي دي زوجته، اتأكد ان هي دي زوجته. ولما واجه زوجته بالموضوع ده والتسجيلات الصوتية دي انكرت وقالت ان الكلام ده ما حصلش وده مش صوتي واكيد حد مركب الصوت ده. ومن هنا الزوج بدأ يعتدي عليها بالشتيمة والضرب، وبعد كده وداها عند بيت اهلها. رحت عند بيت اهلها، قعدت شوية، وبعد كده الموضوع مشي تمام، مفيش اي مشاكل، هي في بيت ابوها وهو في بيته. عدى فترة من الوقت وهي في بيت اهلها وهو في بيته، وبعد كده قرر ان هو يعمل تحليل دي ان ايه علشان يعرف الطفلة دي بنته ولا مش بنته. بعد كده اخد البنت وراح عمل لها تحليل دي ان ايه، والتحليل اثبت ان الطفلة دي مش بنت احمد. من هنا الزوج بدأ يتجنن، وازاي زوجته تعمل كده من ورايا؟ والموضوع اتقفل على كده. الزوجة بقى علشان تمنع نفسها من الفضيحة قررت هي واخوها وعمها ان هم يتخلصوا من الطفل ده، وبالفعل كتفوا البنت دي ورموها في ترعة المريوطية. ولسوء حظها ان هي قبل ما تموت بنتها بالاشتراك مع اخوها وعمها كانت عاملة بلاغ في جوزها ان هو خطف بنتها، بعدها رمت بنتها في ترعة المريوطية. وبعد كده الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من الأهالي بيفيد بالعثور على جثة طفل لم يتعدى عمره السنتين. من هنا بدأت الخيوط تتركب ببعضها، ومن هنا الزوج بدأ يرفع على زوجته قضية زنا، كون أن الطفل ده مش ابنه فهو رفع عليها قضية زنا. وطبعا بمواجهة الزوجة واخوها وعمها اعترفوا بكل حاجة وان هم عملوا كده منعا للفضيحة. وكتير جدا ناقشنا المواضيع دي في حلقاتنا اللي فاتت ان احنا لازم نخلي بالنا قبل ما نقع في الغلط، لان احنا لما بنقع في الغلط مش بيشغلنا اي حاجة غير ان احنا نطلع من الحاجة او الكارثة اللي احنا فيها، وقتها مش بيشغلنا الطريقة، اهم حاجة نتخلص من المشكلة اللي احنا فيها والفضيحة اللي احنا فيها. وهنا الزوجة اشتركت مع اخوها وعمها ان هم يخلصوا على الطفلة دي، ومواجهتهم في النيابة. النيابة امرت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، ودلوقتي اتحكم عليهم ودلوقتي مرميين في السجن. دي النتيجة ودي العبرة من قصتنا النهاردة. اي واحدة لازم تفكر 1000 مرة قبل ما تخون جوزها، واذا كانت حاسة بالنقص من جوزها لازم تقول له لبلها طلباتها خير وبركة، ما لبلهاش طلباتها تتطلق منه. وهنا على الاقل انت مش هتبقى اغضبت ربنا، لو ما خدتيش الحاجة اللي انت عايزاها مش هتبقى اغضبت ربنا. قادرة تعيشي مع جوزك وتكملي معاه كملي خير وبركة، مش قادرة ربنا وضع لنا حاجة اسمها الطلاق، لان ممكن في زوج وزوجة ما بيبقاش قادرين يعيشوا مع بعض، في الحالة دي الطلاق ليهم افضل علشان محدش يغلط مع حد تاني. دي كانت قصتنا النهاردة او واقعتنا النهاردة، ياريت تكون وصلت حضراتكم. لحد ما طبعا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ما تنساش تدعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس، وكالعادة مستني اروح حضراتكم في التعليقات. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.